ما افتكرش ان ابو هيبه هيقدر يلعب مع اي حد تاني، لا معايا ولا مع غيري. هتشوف هتشوف. ساعات برضو النظر بيخدع. حاجة واحدة بس ممكن تقلب الغالب لمغلوب. اللي هي الخيانة. أبو هبة بيكره الخيانة يا كيمو. كين فين؟ كين فين؟ ما تنطقي، هو فين؟ مسافر. هو في ايه يا فارس؟ في ان مفيش اي حد في الدنيا يعمل اللي هو بيعمله ده. عايز ينتقم ينتقم منه هو، لكن يقتل حد ملوش اي علاقه بالموضوع ده 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 ده, ده اسمه جنان، ده حيوان. هو كين قتل؟ قتل مين؟ قتل طفل. طفل بريء ملوش أي علاقة بالموضوع. يا ريتك يا أبويا بتاخده وتقتله وتريحنا منه عشان نخلص. على الأيام بدل ما أجري عليها لقيتها سكين وبتذبح. يا أنا. أنت قاعد هنا بتعمل إيه؟ أنت عاوزة إيه دلوقتي؟ كم عايزاك تقعد في وش عمك عشان يعرف ان هو السبب في قتل ابنك. خلاص اللي راح راح، المهم اللي جاي. ما تقعدش بقى جنبي وتسيب عمك. قوم روح اقعد معاه، اجري. هغور هغور يما، غور في 60 داهية. يا حبيبي يا حمزه. يا قلب ستك يا اخويا، قطعت بيا يا ابني. تيتا انا مش هنام، انا هستنى جدي ابو هيبه. هو بيت فين؟ انتي قمر والله يا تيتا. انت عارفة ان انا بحبك بس مش عايزك تعيطي. اوعى تقولي لحد ان انا ببكي. هو انا فتان يا تيتا؟ انا راجل والراجل ما بيفتنش. يا ضحكة قلبي اللي غابت.